كاين واحد السعد الخربان اخويا. سحاب الخروف؟ سعود. سعود 90 درهم. هيا اخويا. الله الله عليه عليه يا خالد. واش المعقول؟ الاخوان السلام عليكم، الاسم رشيد بن الحربة، ممثل الجامعه. كنشكر اولا السيد رئيس الجامعه على السير ديالو على هذا النجاح ديال هذا السوق هذا، كذلك السيد العامل والسيد السيد الكاتب العام على المجهودات اللي كيقوموا بها من اجل النجاح ديال هذا السوق هذا. وكيف ما كتشوفوا السوق دابا غادي في اجواء جد جميله، وحنا ان شاء الله بالنسبه حتى للاثمنه راه في متناول الجميع. حنا كنتخلصوا ب 10 ديال الدراهم على كل راس، وهذا الشيء راه على علم ديال جميع الكسابات يعرفوا هذا الشيء هذا. وقمنا حتى بواحد الانشطه في السواق على طريقه واحد السيد كيبرح علينا بلي ان راسله راه 10 ديال الدرهم الحولي، والسوق راه في متناول الجميع، والكسابه راه كنصروا على النظام ديالهم وعلى النجاح ديالهم في السوق، سمعتيني؟ وهذا الشيء اللي عطى الله. وكذلك كنعاود نجدد الشكر للسيد رئيس الجامعه والسيد الكاتب العام والسيد العامل على المجهود اللي كيقوموا به من اجل النجاح ديال السوق. تخلصوا على كل راس ديال الغنم 10 ديال الدرهم، والبيكوب كنتخلصوا عليها 200 درهم. هذا هو الثمن في مونة تنوجب. العواد اللي كانوا السنوات الماضية كيخلي بكم كتخلص اليوم الشارج اللي كتخلص ما بين 300 و 400 درهم، عواد السنوات الماضية كتخلص ب 1400 و 1500 درهم. يعني حتى الكسابة راهم تيلاقين واحد النشاط كبير، فهمتيني، وفرحانين. ورات كنتلقاو بمكالمات هاتفية من أسواق بعيدة، لأن الناس إن شاء الله راه كل جاية لسلا، وراه كل شيء فرحان بهذه الأثمنة اللي كاينة دابا. راه حنا كنتخلصوا، وكنعاود ناكد بلي ان جميع المواطنين وجميع الكسابه راه 10 درهم على كل راس ديال الغنم. سي رشيد، واش نقدروا نشوفوا السوق ديال مدينه العام هذا غادي يعمر اكثر من ان شاء الله الرحمن الرحيم؟ هذا هو ما كننتظروا، وكون على يقين ان شاء الله بان هذه الاثمنه هذه غتخلي الناس غادي تجي، وغادي السوق غادي يعمر ان شاء الله. والسلعه راه معروفه بان خمس ايام ديالها هي ديال الرحبه، ابتداء من غدا ان شاء الله راه غادي يكون السوق عامر، وكل شيء الناس غادي يعيد وكل شيء غادي يشري. راه الكسيبه موجوده والكسابه فرحانين بزاف، لان الثمن في المتناول ديال الجميع، راه ان شاء الله غادي يكون غير الخير. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.